السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد، وبإذن الله هنعمل مع بعض وصفة جديدة. وصفتنا النهاردة وصفة من اجمل واروع الوصفات، وصفة ان شاء الله هتنزل معاك كل الدهون العنيدة، وكمان هتزود معاك معدل الحرق. بالنسبة للناس اللي عندها معدل حرق بيبقى ضعيف، او عندها لا قدر الله غدة ولا حاجة وجسمها ما بيحرقش، ان شاء الله الوصفة دي هتبقى كويسة جدا. كمان احلى ما في الوصفه بتاعتنا النهارده ان هي بتنزل كل الدهون الموجوده في منطقه البطن والجوانب والارداف. كمان عايزه اقول لكم يا جماعه ان الدهون الداخليه، ودي يعني يعتبر اخطر دهون اللي هي بتبقى موجوده على الاحشاء الداخليه، فاحنا ان شاء الله مجرد ان احنا هنعمل الوصفه ديت، وهقول لكم باذن الله في الفيديو هتاخدوها امتى، دي خلال اسبوع واحد بس ان شاء الله هتنسف معاكم كل الدهون الموجوده. يلا كده يا جماعه نقول بسم الله ونحط لايكات كتير للفيديو، ويا ريت كمان نشير الفيديو دوت. وطبعا اللي لسه ما اشتركش في قناتي يشرفنا اشتراكه ويفعل الجرس ان شاء الله علشان يوصله كل جديد. ويلا بينا كده نشوف الوصفه بتاعتنا النهارده عباره عن ايه. مبدئيا كده يا جماعه احنا النهارده هنعمل خليط كويس جدا جدا ان شاء الله هنعمله كده كمشروب، بس اهم حاجه عايزاكم تركزوا معايا في الوصفه علشان تجيب معاكم نتيجة يعني مظبوطة. الناس اللي بتشوف الوصفة مكونة من ايه وايه وتقوم خارجة من الفيديو، طبعا لازم تشوف الفيديو معايا علشان اهم حاجة ان انت تعرف الخطوات صح وتعرفي تعملي الوصفة وتطبقها مظبوط. طيب انا النهاردة معايا 3 ليمونات، طبعا ده كمية، والناس اللي حابة ان هي تزود اكتر من كده مفيش مشكلة، انا هديكي بس الفكرة وانتوا زودوا قللوا براحتكم. النهاردة هنستخدم الليمون، وطبعا كلنا عارفين ان الليمون افضل حاجة بتنزل معاكي الوزن او بتنزل معاكي الدهون، فاحنا كده هناخد الليمون دهوت بس احنا هنقشره. الناس اللي هي حابة تستخدمه بالطريقة اللي هي اللي احنا ان شاء الله هنعملها دلوقتي مفيش مشكلة، حابة ان هي تستخدمه بقشره برضو يكون افضل واحسن، برضو مفيش مشكلة لان القشر برضو له فوائد كويس. فانا علشان الوصفة متبقاش حامية يعني كده، وفي ناس كتير تقول انا مش هقدر اخدها كده، هنقشر الوصفة بتاعتنا بالشكل ده كده، هنشيل الجلد علشان ما يبقاش له مرارة زايدة. هقشر معاكم اول واحده كده، وبعد كده بقى ايه علشان انتم اعملوا بقى بنفس الطريقه ديت عشان ما نطولش عليكم الفيديو، حاولوا ان انتم تقشروا الليمون بالشكل ده كده. هنعمل مع بعض كده اول واحده، وهنفتح الليمونه كده اهو، وهشيل البذر الموجود جوه اهو بالشكل ده كده اهوت، ده كده خلصت اول واحده معاكم. اهم حاجه نشيل البذر خالص عشان ما يعملش مرار. فانا دلوقتي هاخد الليمون دهوت والثلاثه هعملهم بنفس الشكل ده كده. المكون اللي بعد كده يا جماعه معايا 4 فصوص من الثوم، طبعا الثوم يعتبر اقوى مضاد حيوي، وكمان بيشيل معاك كل الدهون، يعني يعتبر كده بيخلصك من كل السموم الموجوده في الجسم. هناخد حوالي 4 فصوص كبار من الثوم، طبعا انا عملت 4 بس يا جماعه عشان الناس اللي هي بتتحسس من الثوم ما يبقاش تقيل عليها، تمام؟ فهناخد كده اهوت اهو، هنحطهم كده اهو مع الليمون بالشكل ده كده. طيب نشوف المكون اللي بعد كده اللي هو الزنجبيل، تمام؟ هناخد كده قطعه صغيره من الزنجبيل، طبعا كلتنا عارفين فوائد الزنجبيل، هناخد قطعه صغيره كده من الزنجبيل الاول، وهنبدأ برضو ان احنا نقشرها بالشكل ده كده. اهم حاجة ركزوا معايا في الوصفة علشان ان شاء الله الوصفة دي مهمة جدا جدا، وان شاء الله هتجيب معاك نتيجة فعالة في اقل وقت. كده نشيلها كده على جنب، نبدأ ان احنا ناخد قطعة الزنجبيل اللي انتوا شايفينها معايا دهيت، بصوا ده كويس قوي، انا محتاجه يا دوبك القطعه ديت. هنبدا ان احنا ناخد الزنجبيل برضو، هنقطعه قطع صغيره كده اهوت، ونحط عليه ليمون، تمام؟ يبقى انا دلوقتي معايا الوصفه كامله،
ليمون وزنجبيل وتوم، ودي احسن حاجه تنزل معاك الدهون بطريقه سريعه جدا جدا، هتزود معاك معدل حرق، وكمان هتظبط معاك مستوى السكر في الدم. الناس يا جماعه اللي عندها نسبه الكوليسترول عاليه جدا ان شاء الله تاخد الكوبايه ديت، ده تقدر ان هي تنزل كل الكلام ده. تمام. طب هنعمل ايه بقى بعد كده؟ هنجيب الكبه بتاعتنا، الكبه بتاعت الخلاط، او ممكن تعملهم في الخلاط عادي يعني. هنبدا ان احنا نجيب الكبه بتاعتنا كده اهوت، ونحط كل الكلام ده اهو اهو في قلب الكبه. بعد كده هناخدهم نفرمهم كويس جدا جدا، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. عملنا كمين ودي يا جماعه، بعد ما خلطناه كويس جدا الكبه بقت بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهوت. بعد كده هنعمل ايه؟ معايا برطمان بالشكل ده كده، هنبدا ان احنا ناخد كل المكونات اللي احنا خلطناها في الكبه وحطناها عندنا في برطمان زي دوت اهو، وهنبدا دلوقتي ان احنا نشيل كل الكلام ده. زي ما قلت لكم انتوا حابين تكتروا الكميه مفيش مشكله اهو. بصوا بقى شكلها عامل ازاي اهي، طبعا انا هحطها هنا وانا عندي في الثلاجه، وهقول لكم برده هنستخدمها ازاي، وده افضل حاجه ممكن انت تعمل ايه. ودي خدوا بالكم يا جماعه، كل المكونات اللي انا عملتها ديت كلها بتزود معاك معدل الحرق وبتحرق معاكي اصعب الدهون. خلاص كده انا خدت كل الكميه اهيت، ده كده يا جماعه اللي احنا عملناه في البرطمان. وهنبدا دلوقتي ان احنا نغطيها ونحطها عندنا في الثلاجه، وقت الاستخدام هنحتاج. طب انا دلوقتي عايزه اخد كوبايه، هنعمل ايه؟ اهو هنفتح البرطمان ونبدا ان احنا نجيب الكوبايه بتاعتنا بالشكل ده كده، وهناخد معلقه، حاجه يعني سهله وبسيطه. افضل بقى ما ان انا اجيب شيء اعلى شيء واقعد اغلي وكده، حاجه سهله وبسيطه جدا. هنجيب معلقه كده اهوت، بصوا بالشكل ده كده، وهقوم حطها في الكوبايه بتاعتي، وبرده هقوم قافله البرطمان وحطها عندي في الثلاجه لغايه ما اخلص الكميه دي كلها. كل يوم هناخد بقى منها بالشكل ده كده اهو، وهنبدا ان احنا ناخد كوبايه الميه السخنه او المغليه كده اهو، بالشكل ده كده نبدا ان احنا نقلب كويس جدا الكوبايه اللي احنا عملناها. تمام. طيب دلوقتي بقى في ناس كتير هتقول طب انا مش هقدر اخد الكوبايه ديت وهي كده، انا عايزه اسكرها او عايزه احليها علشان اقدر اشربها. في الوقت دوت هنعمل ايه؟ عندنا عسل يا جماعه، اي نوع عسل ابيض طبيعي ممكن احنا ان شاء الله نستخدمه. انا هاخد نص معلقه صغيره كده من العسل، طبعا على حسب رغبتك انت كتري قليلي على حسب رغبتك انت. نبدا ان احنا ناخد ونحل الكوبايه بتاعتنا بالشكل ده كده اهو. تمام كده الكوبايه جايزت معايا. طب الكوبايه ديت انا عملتها دلوقتي هناخدها امتى؟ الكوبايه دي يا جماعه تقدروا ان انتوا تعملوها، طبعا كلاتنا صايمين، كل سنه وانتم طيبين. هنعملها ان شاء الله بعد الفطار كده، او بعد وجبه الفطار، بعد ما نفطر كده ونخلص، بدل ما نقوم نشرب شاي والكلام ده كلته. مش هنشرب شاي ولا هنشرب اي حاجه من دي، هنشرب الكوبايه المفضله بتاعتنا دهيت بعد الفطار بساعه كده ولا حاجه، هتبقى كويسه جدا. الناس اللي عايزه تنزل وزنها بسرعه ممكن ان هي تاخدها مرتين، مره بعد الفطار ومره قبل وجبه السحور كده بساعه او بساعتين، هتبقى كويسه جدا. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله.